كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، خليني سريعا أقول لك التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في أول مبارياته في بطولة الدوري أمام فريق طلائع الجيش. في حراسة المرمى شريف إكرامي، أمامه رباعي خط الدفاع من الشمال لليمين حسين السيد، سعد سمير، رامي ربيع، أحمد فتحي، في نص الملعب كل من حسام عاشور وعمر السولية، أمامهم ثلاثي عبد الله السعيد، وليد سليمان، وأحمد الشيخ اللي بيبتدي النهارده طبعا بشكل أساسي، وأيضا المهاجم الوحيد النهارده المغربي الدولي وليد أزهر. وده التشكيل الخاص بالنادي الاهلي واللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه. خليني اقول لك ايضا دكه البدلاء اللي اختارها كابتن حسام البدري لهذه المباراه: احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، هشام محمد الوافد الجديد موجود، ايضا اسلام محارب، احمد حمودي، محمد هاني، كريم ندفد، والناشئ طبعا المبشر جدا احمد ياسر ريان، مهاجم ناشئ النادي الاهلي واللي يمكن شارك في الفترات السابقه في بعض المباريات الوديه، شارك في مباراتين قدر انه يحرز ثلاث اهداف، وفي اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني بهذا اللاعب. ده طبعا التشكيل الخاص بالنسبه للنادي الاهلي. في المقابل خليني اقول لك سريعا ايضا التشكيل الخاص بفريق طبعا طلائع الجيش: محمد بسام رقم 18 في حراسه المرمى، امامه خالد سطوحي رقم 6، علي الفيل رقم 5، عاصم صلاح رقم 23، محمد طارق ابو العز رقم 11، فرانك ستيفن رقم 25، حسن ماندو رقم 21، محمود حمد رقم 14، واحد لاعبي الاسماعيلي المميزين وانضم مؤخرا لفريق طلائع الجيش، ايضا احمد الشيخ لاعب الاتحاد السابق وانضم مؤخرا لفريق طلائع الجيش رقم 7، جيروم وايا رقم 28، والمهاجم الوحيد صلاح امين العائد لصفوف فريق القديم طبعا فريق طلائع الجيش، وصلاح امين يمكن رقم 9 النهارده. بالنسبه لدكه البدلاء الخاصه بفريق طلائع الجيش: كابتن فاروق محمود شكري رقم 1 وده حارس مرمى، محمود البدري رقم 13 احد اللاعبين اللي تالقوا الموسم الماضي مع فريق اسوان بشكل ملفت، عبد العزيز توفيق رقم 3، احمد جمال طبعا رقم 20، اسلام جمال عفوا رقم 20، اسلام جمال رقم 12، بلال جمال رقم 20، حسن يوسف رقم 10، ومحمد اشرف رقم 17. ده التشكيل الخاص بفريقي النادي الاهلي وفريق طلائع الجيش. في كل الاحوال ان شاء الله اتمنى النادي الاهلي يؤدي مباراه اكثر من رائعه، تكون انطلاقه قويه مع بدايه هذا الموسم الجديد من بطوله الدوري العام. خليني اقول لك ايضا ان لحظات وهينزل لاعبي النادي الاهلي او فريق طبعا النادي الاهلي وفريق طلائع الجيش لارضيه الملعب لاجراء عمليه الاحماء قبل انطلاق هذه المباراه. لو في اي استفسار يا كابتن فاروق اتفضل. شكرك أمير، أكيد إحنا موجودين معاك.